غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو، مساء الخير يا سعادة القمص أغاسل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مع سعادتك أبو مريم من أمريكا، من نيويورك. مريم مين؟ أنا اسمي وسام عبد الله، وحضرتك يعني كاهن معروف في كنيسة في ألبرتا، فوكاب المقدس والمستعدين دائما لمجابة ألكم. عندي سؤال بسيط لحضرتك يا فندم. في حضرتك نعم في حضرتك في العهد القديم الله أعلن عن ذاته، مثلا على سبيل المثال في مزمور 46:10 يقول: كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. قفل التليفون. سعادة القمص، قفلت التليفون ليه يا سعادة القمص؟ الكتاب المقدس بيقول: Hello, hi, this is Father Alassane Shay from St. Nina Coptic Orthodox Church in Calgary, Alberta, Canada. Sorry, I missed your call. If you would leave me your name, number, and I will get back to you shortly. الحمد لله. وضع عشان يؤكد، سبحان الله، يؤكد صدقي. الانسر ماشين او بصوته ومعلوماته وكل شيء، والكنيسة وكل شيء. عشان خايف من سؤال في المسيحية. كانت الأرزوكس. ألو. Hello, hi, this is Father Alassane Shay from St. Nina Coptic Orthodox Church in Calgary, Alberta. تفضلوا. كنيسة سانت مينا بألبرتا بكندا. اسم الكاهن القمص، ثواني بس حضرتك اجيب لكم الاسم. اسمه أغاثن أبو سيف. حد يكتب اسمه على التكس. أغاثن أبو سيف. تفضل حضرتك. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألبرتا في كندا. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. الله أكبر، تكبير، كل قلب لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.